البداية أنا أقول كلمة بسيطة. العراق مهد الحضارات ومهد الحضارة الإنسانية، واليوم أحب أن أذكر العراق والعراقيين هم أول من رسم الخط وابدع بالكتاب والمكتبات، ومتاحف العالم تشهد على أن أجدادنا ساهموا بتأسيس الحضارة الإنسانية. المكتبة الأولى بناها الملك آشور بنيبال، ومن ثم مكتبة الحكمة في العصر الإسلامي، وما زلنا مستمرين. حضارتنا العراقية مرت بنكبات خلال تاريخها الطويل، ولكن كانت دائما تستعيد قوتها. اليوم نحاول أن نستعيد قوتنا وحضارتنا عن طريق بناء عراق يسوده المحبة والتسامح، عن طريق الثقافة. الثقافة هي العنوان لأي تغيير في أي مجتمع في العالم. واليوم نبدأ هذا الاحتفال بافتتاح معرض الكتاب. أحب أن أشكر مؤسسة المدى لدورها الكبير في إنجاز هذا العمل، وهي سباقة دائما في رعاية الثقافة عن طريق الأستاذ فخري كريم، وكذلك السيد وزير الثقافة على الدور الكبير، وكذلك وزير التجارة للدعم الذي قدموه لهذا المشروع. على بركة الله نفتتح هذا المعرض، وأحب أن أذكر أن الله سبحانه وتعالى بدعوته في كتابه دعا إلى القراءة. الأديان والحضارات تدعو إلى القراءة، فالكتاب هو عنوان لهذه القرارات.